بهالطريقه ما راح يقدم ايفال حلو. اوكي اوكي خليه يروق وكلمي معه. انا امبارح كل الوقت عم ساعده، كل الوقت قاعده معه فوق وتحت، عم بيقول لي انه ما ساعدتيني. يا خيي وين ما ساعدتك؟ شفتنا قاعدين هون وشفتنا فوق قاعدين عم نفكر بافكار. مفكر انه هو الوحيد اللي عم بيشتغل واللي عم بيتعب ونحن مش مقدرين هذا الشيء. يا خيي انه انا ايفال كمان بهمني. كيف؟ طب معلش اهدي شوية واحفظي اغنيتك وخليكي جاهزة للايفال، كل واحد بيتحاسب على نفسه. فكرة انه بدنا بعد السكتش تبعنا مش متمكنين منه. انا بقول لك كل واحد بيتحاسب على نفسه. انيس بيغير فكرة، يا خيي اعتمد على فكرة. لازم تسمعي. قعدنا ساعتين بالليل قاعدين عم نفكر نحن بفكره، قررنا اوكي هاي هي الفكره. رحت طلعت ما قدرت نام، رجعت نزلت لقى انه بدي اغير الفكره. يا خيي انه اعتمد على فكره. ايفال اليوم مش بعد 10 ايام. ما في الومه لك بالنهايه عن جد، لانه معصب ما عم بفكر بهيك شيء، بس هي مش حل. يعني عم بيعطوه تابلويات كل جمعه وانا عم بطلع مثلا نومينه وما زعلانه، بالعكس وعم بيقدروه انه عم بيعطوا له اهميه. وكل تويت سلمى عني سلمى عني قد ايه بعد بده مثلا انه لا بده يطلع على النيجاتيف اللي هو هالقد وعنده بوزيتيف هالقد. وقد دماغك ده انه عن جد بدبرس طول النهار كرمال شيء صغير، شيء مش حرزان. أنا قدمت منيح وقتها كنت نوميني، بس أنا بنظري أنيس كان أحسن مني بكثير. ومش زعلانة على هذا الشيء، بس لأنه بدي أقدم إيفال حلو تفرجيهم إنه أنا عم بشتغل على حالي. وإذا أنيس أوكي ما عمل منيح وأنا ما عملت منيح، كلنا ما عملنا منيح لما عم نتمرن، بيطلعوا مين بالبرايم عمل أحسن من الثاني. أنيس عمل أحسن منه أوكي ما بل تطلع نومينة. لو ثلاثتنا ما عملنا منيح. حنان تجي بتحكي مع وك حبيبي راسي عم بيجعني بدي اطلع نايم. بدي انا بدي. هي قصة حنان. حنان حبيت هالفكرة؟ بقول لها حنان ايه حلوة 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 ايه يا عمي فكري معنا. يا اخوي انت عم بطلع نوميني ما بعرف وين بدي اقول لك بدي ضل معكم. انه قايلين له انه ما بدنا شيك مكشر، بدنا اياك انيس اللي بنعرفه بيضحك على طول ومكشر. هلا انه شو عملت؟ كشرت لانه قالوا لك ما تكشر. وكثير يعني بفكر وبزودها وبكبرها وهي القصه ماشي. عارفه ليه؟ عشان احنا طبيعتنا كبشر عايزين دايما الحاجات تبقى ايجابيه على طول، ما بنفكرش في الحاجات بس انه يصلح الغلط اللي عمله احسن مما انه يقعد يدبرس. هو دماغك مش زي يعني دماغ الناس مش زي بعضها. في ناس بتاخد الايجابيات على انها حاجه عاديه وتعلى عليها، يعني فبتحطها تحت رجلها عشان تعلى. يعني النجاح من الاخر ياخدوه كده يحطوه تحت رجلهم عشان ينجحوا اكتر. في ناس بتاخد السلبيات تحبطها، في ناس ثانيه بتاخد السلبيات الحاجات السلبيه اللي هو عملها بان هي حاجه ايجابيه تفيده، فاهمه؟ يعني انا اتعلم منها واقدم حاجه كويسه. تخيل ان انيس من النوع اللي هو الثاني اللي هو بياخد السلبيات ويحبط وما بيطلع على الايجابيات. شو اوكي. ما بعرف انت عبيط. مثلا هات شو غنيه اللي بيغنوا انجلي بتلبع صوته لانيس بس. بتاعت برونو مارس دي؟ ايه. لا كفي لك. شو يلا يلا وين حنان؟ عم عشان نتمرن. ما بتعرف؟ بعترف زودته، أنا بعترف زودته وإنه قلت له أنيس ما كان يوعى. قلت له عم مش بدي أعمل بهالصبع، عندنا برايم اليوم بعد ساعتين ما عم نتمرن. ساعتها واعي لما قلت هيدي الكلمة.
ما تقوليليش هيك. خفت منه. من هنا في امتى امتى البرايم ايفال ايفال ايه ما هلا شو لما طلعت تواعي يعني قلت له انيس انيس يا الله شو بتعمل بهسه انه انا انت بطريقه شوي انا واعي استاذ انا ما قلت بالطريقه وبعرف انت قاطع بوضع هيك شوي منك بالمود وبعترف انا غلطت بس بالنهايه انه مابل مثل ما ايفالك انت انا ايفالي بعرف. اوكي مثل ما انت ستريسي على ايفالك ومنك حابه تطلعي نومينه حتى انا ماني حابه اطلع نومينه بس اسمعي مابل اسمعيني بليز بس الزعل مش حل اي نو بس اذا كل مره بتعملي هيدا الشيء بعدين تقولي لي سوري انا ما راح ينفع هيدا الشيء انت ملاحظه حالك كثير مش انه كثير بتاخذي الامر امر شو ما بعرف تاخذي الامر بطريقه هينه بعدين ما بعرف مثلا حضرتك مثلا انا امبارح طول النهار وانا بجرب لاقي فكره فكرك انا ما عم فكر قلت لك انا أفكاري. كل النهار عم بجرب لاقي فكره انت تقول طول النهار شو كنت عم تعملي سوري بس رح اقول لك الحقيقه انت بالليل ساعتين صح تديري افكار كثير حلوه بس بالنهار شو كنت عم تعملي لا ما رح تزبط لا ما رح تزبط وكنت قاعده هون لا ما رح تزبط وانا بفكر واطلع على الاوضه وبرجع واطلع على الاوضه وانت لا ما رح تزبط اوكي ما رح تزبط بس لقينا فكرة كنا قاعدين تتا كنا اوكي تتا تت بس لقينا فكرة اللي يعني اكبر شيء انا عملته بعدين رجعنا انا بمش على مابيل بمش على حنان مابيل انت كنت تعباني اوكي انا فهمت هيدا الشيء ورحتي نمتي او ما بعرف شو عملتي بعدين كان عندنا كان في عندنا صفوف ما بعرف كان في عندنا صفوف ما لحقنا نعمل كل شيء بعدين انا ساعة واحدة انا مش تعبت انا كنت فكر انه بكره رح اشتغل اكثر يعني اليوم اشتغل اكثر مش يعني انه انا طلعت يعني انا متهاون على الايفال انه انا ما بقول هيك بس انت عم تحسسيني هيك وعم تحسسي الباقي هيك عم تحسسين انه انا متهاون على الايفال وانت قصدك العالم اللي عم تحضرنا لا عباس و اللي معنا لا ما قلت هيك ما قلت هيك ابدا ما قلت هيك ما بين ما بقول لك قلتي هيك ما بقول لك قلتي هيك عم تحس ما بقول لك قلتي هيك انت عم تحسسيهم هيك كيف انه كان تفكر انه انا بتهاون على الايفال وانه انا ما همني اذا انت طلعتي نومينه او لا هذا الشيء غلط فهقلك بس شيء حبلك بس شيء انت اذا كنت ضعيفه بالايفال رح ياثر هيدا علي وانا اذا كنت ضعيف بالايفال رح ياثر عليك وحنا اذا كنت ضعيفه رح ياثر علينا كلنا ايفيس فيرسا اوكي ليه ما عم نتمرن سو ليه ما عم نتمرن كان في كان في كان فيك تسالي نفسك البارح امبارح ما ساعدتك امبارح بالليل ساعتين سوري بالليل إذا ما ما عجبتني فكرة إنه بحق لي أقول إنه ما حبيت بس كل الوقت تقولي ما حبيت وما كنت تعطيني فكرة يا عمي أعطيت بس أوكي. أفكار ما في مشكلة هلا ما في مشكلة قلت لك من كنت لتتنا نيرز أعطينا وفكرت معك لما أوكي. كنا عادي مالش خلص أوكي لك أرني إنه بالنسبة للي حنان عملته حنان وقفت هيك سكتة عم تسمعنا نحن عم نتشارى أوكي هلأ ما له أي فايدة الحكي إيه بعرف أوكي هلأ لازم نتدرب إيه أوكي نحن انا وانت اصلا مدربين على كل شيء مدربين على الايقاع بدنا نرجع نعيدهم مش متدربين مش مدرب انه بنعرف قلت لك ما رح نعملهم هلا ما بعرف بليز ما بدي اعصب بليز ما بدي اعصب كثير 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 ما بفتره مش منيح وانت تعرفي هذا الشيء وانت اكثر واحد نورمال مو يفهمني لازم يفهمني بس ما مشوف هذا الشيء ميرسي معلش